الثقة من الآن وإلى الأبد. ورجع القاعة تاني بالإحساس ده وهو بيملاك من جوه. حد عنده أسئلة؟ اتفضل، صغير أو كبير اسأل. ممتاز. أيوة. ها؟ إيه؟ تعالى. أيوة تعالى. أنا لسه هنلوك لوك، تعالى. تعالى. أيوة كده. مثلا اتحاد الطلاب او كده، روح اقف هناك. كبرت مره. ايوه روح اقف هناك. خلي صوتك بقى. كبرت مره ان انا اكبر او الاضطراب عادي كان، لكن جوايا الوقت اضطرابات بس بحاول اتغلب عليها بحيث ان انا اطلع بسلوك كويس. زي ايه بقى الاضطرابات دي؟ ماشي. بس ببقى برضه يعني ابين الناس صوره كويسه عادي واتكلم، لكن من جوه برضه يعني في اضطرابات كبيره صراحة. طيب ماشي، ايه الاضطرابات اللي بتحصل عندك دلوقتي؟ نفس الاحساس. ايوه ايه؟ سيب القلم، سيب القلم، سيب المنديل. ماشي سيبه. ماشي، حاسس بيه دلوقتي؟ لا مش مهم، الجبن هاته هو. ايوه انا جبن هو. بس خليه هاته هو. هاته هاته هاته، مش مشكله، نعمل لك اشعه دلوقتي، ما تقلقش. لو سمحت أمر الرعشة دي دلوقتي إنها تتوقف. أنت المتحكم في عقلك، أنت المتحكم في قرارك، أمرها إنها تقف وحس بيها دلوقتي فعلا وهي بتقف. خد نفس جامد، ممتاز، كويس، وافهم هي ليه الرعشة موجودة، إيه الرسالة اللي بتوصلها لك الرعشة في موقف زي ده. ممتاز. هل عندك سماحية بالغلط؟ بالخطأ؟ هل تقبل نفسك لو غلطت؟ مش مهم، المهم انك واقف بتتكلم وبتأدي كويس. ممتاز، خليك معايا وهنشيلها لك خالص، وربنا يقدرنا ونمشيك من هنا، عشان عارف الموضوع لما بيفتح الناس بتحلو. ها، حاسس ايه الرسالة اللي موجودة من الرعشة؟ خايف لا تغلط. لازم اول نظره لاي حد، لاي شخص بياخد عنده نسبه كبيره من الشخصيه اللي قدامك، فده بيخلي قدامك توتر كبير، انت بتحاول تبين نفسك في احسن صوره، فمن خلال كده ممكن يحصل غلطات اصلا عندك. ايه المشكله لو حصل غلطات؟ هيحصل ايه؟ هيعلقوا لك المشنقه؟ هيقتلوك؟ ايه اللي يحصل؟ كم واحد من الناس اللي كانوا ناجحين على مستوى العالم كله كانوا بيطلعوا وكانوا الناس بتسخر منهم وتستهزأ بيهم؟ معاذ الله احنا ما وصلناش للمرحلة دي، بس هل هي الناس هي كمان ما عندهمش أخطاء في حياتهم؟ ممتاز. إذن ده يديك رسالة بإيه؟ إنك تمشي في طريق النجاح وما يهمكش كتر المتشائمين ولا كتر اللي بيقع ولا الكلام ده كله؟ صح؟ إخبار الرعشة إيه دلوقتي؟ ممتاز. في أي نوع تاني من الاضطراب؟ قلبك وقف يعني خلاص؟ بتموت يعني ولا ايه؟ طب نسجل الحته دي عشان بعد كده لما تطلع نعملها لك. خلاص، ما هي كده متسجله. كده متسجله. طيب الفكره كلها ان انت المفروض ترجع بقى، يعني هو مين المدرب؟ ثواني بس خلوني اكمل معاك. عمري بس في حياتي صرف كليه او كده، ده بيبقى في رعشه بس بتفضل معايا لغايه ما تخلص. هل تفتكر انه الرعشة دي هتفضل موجودة معاك حتى بعد دلوقتي؟ ملناش دعوة باللي فات بقى، احنا اتعلمت ايه من اللي فات؟ اتعلمت ايه من اللي فات؟ عشان كده كل مرة، عشان ما بتعلمش كل مرة عشان انا بسألك سؤال واضح، اتعلمت ايه من اللي فات؟ اديني استفادات. اتعلمت ايه؟ اللي حصل وقتها. يعني
من الموقف اللي حصل ده وانك بعد كده بدا ان هو يسبب لك نوع من الخوف من التحدث امام الجمهور. لا اصل الكلام ساعات بيبقى كلام وقت جدا يعني ما فيش 4 أو 5 دقايق فمش كلام مستسهل ومحاولة تجيب افكار او كده لا فمش متاح اصلا حكم على الاخرين عشان تحط صوره كبيره. جميل، هل حضرتك تعتقد في ان مفيش تجربه تساوي صفر؟ ان كل تجربه ورا منها استفاده؟ ممتاز، استفدت ايه من التجربه اللي فاتت؟ احاول اوصل تاني بس كل ما احاول اخاف برضه، احاول اطلع واكسر نفسي بس اول مره يجي احساس كده اني مرجع، يعني احساس ايه؟ كنت بقول كل شويه افكر تفكير ان انا اطلع وابين للناس ان انا اول مره اطلع فممكن تساعدوني او كده فالاحساس حضرتك ساعدتني دلوقتي بصراحه. كويس، هل في المرات اللي جايه هتسمح انه المشاعر والضربات القلب والرعشه دي تيجي لك تاني؟ مين القائد على عقلك؟ مش المفروض، مش بنمشي بالمفاريد، بنمشي بالاختيارات والقرارات. مش المفروض، قرارك ايه من هنا ورايح؟ طب انا ممكن اقرر حاجه بس ممكن ساعتها تحصل حاجه تانيه التحكم فين؟ بره ولا جوه؟ يبقى تحكم في جوه واطلع ادي على اكمل وجه، مالكش دعوه بالناس اللي بره. ليه؟ ليه مالكش دعوه بالناس اللي بره؟ عمرهم ما هيرضوا. في النهايه هتلاقي واحد قاعد من الجمهور بيتصيد اخطاء، واحد تاني قاعد بيشكر، واحد تاني قاعد بيحلل، واحد تاني قاعد بينقد، واحد رابع قاعد ما بيلعب في كتف اللي جنبه ومش معاك اساسا. تمام؟ فكل واحد لوحده. نهاية التجربة اللي جاية هتكون عاملة ازاي؟ ان شاء الله. انت شايف ان دي كويسة؟ لا في افضل. حاسس ان دي كانت ماذا يحدث لو اللي كنت بتفكر فيه انه ممكن يحصل ما حصلش؟ كويس، ده هيخلي 80% توصل كام في المية؟ 90. عايزين نخليها 100%، ايه اللي يخلينا نوصلها لنسبة 100%؟ وانت دلوقتي بتعمل ايه؟ تعملها هناك يعني؟ محتاجة منك ايه عشان تنجح؟ ممتاز، ممتاز ممتاز ممتاز. هل لو عملت الامور دي كلها النسبه توصل 100%؟ هو مش هيوصل 100% بس ممكن 95%. 98. انا عايزها توصل 190%. المية دي مجرد رقم ممكن يزيد وممكن يقل. انا عايز الثقه كشعور وكاحساس وكقيمه تبقى بلا حدود. ازاي اخليها مفتوحه في اي زمان وفي اي مكان بالنسبه لك؟ ازاي تخليها لي مفتوحه؟ ممتاز، يعني لو بدأنا اشتغل على الاوتوجينيك وعلى اني اتخيل نفسي في اللي جاي ده هيساعدني. اخبار الدنيا عندك ايه دلوقتي؟ افضل. هل ممكن تقول لنا حاجه من اللي انت تحب ان انت تديها للناس وتاخدها تجربه عمليه دلوقتي؟ فك ايدك، استجمع بس، مجرد معلومات بسيطه. لا لا عادي، عشان تبقى براحتك، بس عشان تبقى براحتك مش اكتر. هل ممكن تاخد دلوقتي تجربه عمليه وتقول للناس حتى لو ما فهمناش منك ولا كلمه؟ لا 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 كذكر يعني تقول قالوا هو لا هيرضوا، هيرضوا، في ناس هترضى. عشان ما نعممش. تمام. كان مره هروح ماشي هو وابنه يعني فوق حمار، الناس بصوا كده ماشي على جراح، ماشي على جراح من الناس، قالوا ايه؟ يعني هو ماشي على حماره هو وابنه، يعني ما عندوش اي دم الحمار يعني غلبان. فنزلوا الحمار وخلى ابنه بس هو تحت، مش على الناس تانيين، الناس تانيين قالوا يعني هو الراجل ابنه سايبه تحت وهو قاعد فوق حمار، ايه ده؟ ايه العقوق الولدين ده؟ ما ينفعش. فمش على الناس الناس اللي ابنه طلع هو على حمار، قالوا ازاي الواد يسيبه ويقرب؟ أم مش عاجبهم، في كل الأحوال مش عاجبهم. الوضع على الأرض وأبوه على الحمار، الأب ما عندوش دم. واتقال عليهم في الآخر إيه؟
لان كان ارضائهم كان هدفهم ايه؟ ارضاء الناس. مش مهم، مش مهم، عشان انت بدات تحكي، عشان بدات تحكي، ودي هتيجي بالتجربه، هتيجي الدنيا. بس هل هي دلوقتي زي الاول؟ قلت بنسبه كام في الميه؟ كم؟ 40 عشان بدات تتكلم. هل ممكن الكلام الكلام ده 40 يعني قلت بنسبه 40% عن الاول؟ لا يعني اول ما خلصت راس حضرتك قللت شويه، مثلا بقيت ثقه الناس مثلا قدام الناس 70 80 مثلا، تمام كده بقت رجعت وسط الكلام بقت 20 60 وبعدين بدات ترجع عشان بس عشان بس ممكن تكون اتلجلجت في الكلام. انت بتسمح لنفسك بالاخطاء؟ بس مش المفروض، انت بتسمح بنفسك للاخطاء؟ ايه قصة تانية ممكن تحكيها لنا واخلط فيها زي ما تحب؟ اوكي قول لنا قصة تانية، خد راحتك فيها. مش لازم محضر، اي قصة في حياتك، اي موقف في حياتك. طيب احساس الوقوف قدام الجمهور دلوقتي مقارنة باحساس الوقوف قدام الجمهور الاول دلوقتي نزل بنسبة كام في المية؟ دلوقتي بقى انت خلاص، ما انت واقف قدام الناس اهو، واقف بتتكلم بقالك ربع ساعة اهو. تمام، عايزة أسمع عنك سمع خير، ولو رحت عملت أي حاجة تسجلها وتبعتها لي. ماشي؟ ماشي. اسمك إيه؟ عمرو. عمرو فين؟ صيدلة. تشتغل إيه؟ يعني. بتتخرج تشتغل إيه؟ مسحرات يعني؟ لا لا، المفروض بقى إيه ده أديكوا شفتوا حاجة ما بتاخدش وقت. دي مش مشكلة، هياخدهم يعني، هو هيسيبهم أنا هاخدهم، أنا هاخدهم ذكر. ده نوع من أنواع، مش هنسميه العلاجات، لكن هنسميه من أنواع التخلص من القدرات المقيدة. بعض الأفكار اللي ممكن تكون مش صحيحة، مزيفة، وبتبقى موجودة في دماغ الإنسان، ودي كلها بتتشال بمجرد بس إنك تتعلم مثلا حاجة زي الـ NLP اللي هي البرمجة اللغوية العصبية، لو حد فيكم سمع عنها قبل كده. ما بتاخدش في 10 دقايق مخلص البني آدم، مخلص كل حاجة. ودي بتيجي طبعا حسب كفاءتك من الشخص اللي أنت هتتعلم على إيده. حد عنده أي أسئلة؟ سؤال تفضل. لو مضطر أتعامل معاه في الحالة دي، إن أنا مضطر بقى إن أنا زي ما هو بيشتكي كتير، أنا مضطر إن أنا أصرف كتير. يعني مش كل حاجة أخدها على مشاعري، هو هيشتكي وهيفضل يقعد يشتكي كتير، بس أنا مضطر بقى إن كل حاجة هيشتكي منها أخدها وأحطها على مشاعري. وزي ما هو بيشتكي كتير، انا مضطر ان انا ادخل من هنا واطلع من هنا كتير. وكفايه ان انا مع اللي بيشتكي كتير ابتسم في وشه واقول له ربنا يسهل، يمكن الامور قريب تتغير، لانه مش هيبطل شكوى. فربنا يسهل والله المستعان، الكلام البسيط اللي هو ما فيهوش اي مشكله. بس في النهايه حاول ان انت ما تقطعيهوش كتير، لانه كل ما هتقطعيه كل ما هيشحن ويحاول يجيلك عشان يفرغ تاني. فحاولي ان انت تكوني الى حد كبير بتسمعيه، سيفيه فضفض يطلع اللي قدام منه. وابسط مثال ممكن بقى ان احنا نحد شويه من الشكوى، طب ايه اللي بايدينا نعمله؟ سؤال بقى يتوجه له هو، ايه اللي يتعمل عشان الموضوع ده يتحل؟ في بعض الناس بتشتكي لكن ما عندهمش حلول، وفي بعض الناس بتشتكي وعندهم حلول. طيب نبدا نطبق الحل ده ازاي؟ لو في ايدك تطبقه، تطبقه ازاي؟ والله انا لو في ايدي اطبقه اعمل كذا وكذا. طب في مكانك ده اللي انت فيه دلوقتي، ممكن تساعد في الحل ده ولا مش ممكن تساعد؟ ابدا انقله بقى من منطقه الشكوى واحده واحده لمنطقه الايه؟ الفعل، التنفيذ. ابدا ان انا اعمل معاه شغل. اجبت على حضرتك؟ تمام، اتفضل. ازاي اغير، ازاي استفيد من الموضوع؟ ازاي استفيد من الماضي؟ استفيد من الماضي عن طريق ان انا اشوف ايه اللي انا اتعلمته من الماضي، بشكل انه اولا يكون بشكل ايجابي،
اتنين يكون بشكل شخصي، يعني ما فيش واحده مثلا الخطوبه بتاعتها ما نفعتش، فايه اللي انت اتعلمتيه؟ اتعلمت انه الناس بقت غداره ملهاش امان، ده كلام فارغ، ده كلام يروح يوجع في العقل الباطن، لكن اتعلم انها تكون شخصي. انا استفدت اني انا اكون اكتر حرص، واضح؟ بتكلم بشكل ايه؟ ايجابي وايه؟ وشخصي، تمام؟ تالت نقطة واخر نقطة، اني لما احط شروط، لما احط استفادة لازم الاستفادة تكون في اتجاه المستقبل. اتعلمت ايه؟ اتعلمت ان انا كنت غبية، دي استفادة؟ خبابا انتم بتضحكوا، ما هو ده الكلام اللي احنا بنسمعه وده الكلام اللي بيجينا، تمام؟ استفدت ان انا كنت غبي، لا انا ما كنتش غبي، انا من هنا رايح استفيد من الماضي، اني انا استفدت من الموقف ده، ان من هنا ورايح انا بتكلم في اتجاه المستقبل، من هنا وايه ورايح اكون ايه؟ اكثر حرص، اكون اكثر دقة، اكون واعي بقراراتي، اكون حذر. يبقى اذا بتكلم عن نفسي مش بتكلم على الاخرين، نمرة واحد. نمرة اتنين، بتكلم بشكل ايجابي مش سلبي، بتكلم على اللي انا عاوزه مش اللي انا خايف منه. تعلمت ان ما ثقش في الناس، ما ثقش دي ايه؟ اعمل بيها ايه؟ العقل الباطن يرفضها، لكن اتكلم ان انا اكون اثق في الناس، اثق في قدراتي، اتكلم بشكل ايجابي. واخر حاجة ان انا اكون بتكلم عن احنا قلنا ان هي بتكلم بشكل ايجابي وبتكلم عن نفسي وما تكونش سلبية. انا مثلا فاشل، كررها على نفسك كتير، العكس اعكسها وكررها كتير. حتى لو انا ما هو في البدايه العقل الواعي هيبدا يزن عليك، تقول له انا ذاكرتي قويه، يقول لك منين يا اخوي؟ هنستعبط؟ هنخم بعضينا؟ الواعي في الاول هيبدا ان هو ايه؟ يدقق معاك. بس السؤال، الرساله اللي انا هقولها لنفسي هتروح للواعي؟ انا عايزها تروح للواعي. الواعي بيقرفني في كل حاجه، بيحلل ويمنطق. الواعي بتاع التحليل والمنطق بتاع التنفيذ مين؟ انا عايز احلل ومنطق ولا عايزها تشتغل بشكل تلقائي؟ تشتغل بشكل تلقائي. لما بتشتغل بشكل تلقائي التحليل والمنطق بيشتغلوا معاها. ازاي؟ هقول لك اهو. انا دلوقتي دي اخر حاجه هنختم بيها وبعد كده اقول لكم اشوف وشكم بخير. ماشي، انا فاشل، تمام؟ ورا الفشل في افكار اساسا غلط. احنا لسه كنا بنتكلم من شويه بنقول مفيش حاجه اسمها فشل، دي تجارب، الاصل منها انك تتعلم منها، مش عشان تقعد جنب الحته عيط وتقول انا فاشل. يبقى انا عندي خبرات في حياتي، ابص على الخبرات دي انا استفدت ايه؟ استفدت ان انا 1 2 3 بالشروط اللي انا قلت لكم عليها، لازم تكون شخصيه، تكون ايجابيه، تكون بتخص المستقبل، رايحه في اتجاه المستقبل. دول الثلاث شروط، تمام؟ اكررها على نفسي كتير اول ما اقوم من النوم وقبل ما انام لحد ما عقلي الباطن هيقتنع بيها. ان في قاعده عندنا بتقول if you can't make it، لو مش قادر تعملها if you can't make it fake it، زيفها، تمام؟ till you believe it. ما ده العقل الواعي، ده انا مش بوجه له رساله اساسا، ده ساعتها انا لما كان بيحصل معايا الكلام ده بقول له اخرس، الرساله مش بتاعتك اساسا، ما تفتحش جواب مش بتاعك، دي الرساله رايحه للعقل الباطن، ده مش جوابك اساسا، الرساله دي رايحه للعقل الباطن تحت. في الاول هو زنان مقرف شويه، انا عارف والله، انا عارف كان معايا وقرفني في البدايه. في الاول هيبقى في ان هو القاعده بيقول اذا if you can't make it fake it until you believe it، لحد ما تصدقها، then بعد كده you'll achieve it، هتعملها. يعني خلاص وصلت لمرحلة التشبع، أنا جعان للنجاح، أنا عايز أنجح، أنا ناجح. كلمة فاشل دي اتمسحت من القاموس، أفضل أكررها على نفسي. في أدوات تانية، في أدوات تانية تغرز الموضوع ده بشكل أعمق وأقوى، زي علم مثلا التنويم، زي العلم بتاع البرمجة. العلوم دي قوية جدا 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 في إنها بتغير القناعات دي وبتنسفها. ده أنا النهاردة جبت لكم حتة بسيطة منها واتكلمنا فيها، دي أداة، ما بالكوا بقى لما يبقى معاك 60 120 أداة تانية غيرها، الدنيا تبقى عاملة معاك إزاي. في النهاية أنا ما عنديش حاجة غير إني أشكركم وأسف إن أنا طولت عليكم، وأشوفكم مرة تانية في المنصورة. السلام عليكم.